جاي من الصالح. مرحبا، انا اسمي محمد الحاج ابراهيم من سوريا من ريف حلب الشمالي. انا اول شيء اجتني برقيه وقلت له القاضي، هو القاضي طلع بنفسه على الموقع وطلع اسمي اني انا مطلوب للاحتياط. مشكلتي حاليا اني انا صار لي 3 سنين وقابلت مرتين واجاني رفض، وعندي رفض لجوء وبس عندي حمايه. طيب شو مشكلتك؟ ورجعت قدمت لجوء من جديد، صار لي 8 شهور مقدم على لجوء من جديد وصاير معي شيء جديد كمان ما اجاني شيء. طيب شو عندك مشكله انت بموضوع الحمايه؟ شو المشكله؟ الحمايه انا في عندي لم شمل، انا اولادي وزوجتي في تركيا ولحتى انسحها، لاني انا جيت لهون من تركيا لهون بعد ما ضليت 7 سنين بتركيا. هلا انا زوجتي واولادي كان في عندهم كماليك، ولحتى اولادي الثلاثه مولودين في تركيا في اسطنبول انسحبوا منهم الكماليك، مهددين بالترحيل في اي لحظه. عرفت علي شو؟ عندي اخوي عنده حق اللجوء، وعندي اخوي الثاني عنده حق اللجوء. سالما مدعما وغانما مكرما.